السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي أنا عايز أضيف زي فهرس للكتاب في الأول خالص فأنا هاجي هنا وأقول له من قائمة insert هقول له إن أنا عايز أضيف زي table of contents وأقول له إن أنا عايز أضيف دوت فبيقول أنت عايز تسميه إيه ممكن تسميه مثلا فهرس بالعربي أو بالإنجليزي في أنواع كتيرة منه ممكن يكون جدول للجداول أو يعني فهرس للجداول فهرس للصور فانا بقول لا للكونتنت فهو بيعتمد على ايه بيعتمد ان الخطوط كلها بتبقى معموله نورمال بس في حاجات هنا بتبقى معموله هيد هنشوفها مع بعض طيب ده بقى ايه اللي هو ليفل 1 تحت ليفل 2 وهكذا ده مثلا ليفل 1 هيدنج 1 هيدنج 1.1 هيدنج 1.2 وهكذا وده الستايل تقدر تعدل فيه خلينا نقول اوكي فبدا يعمل ايه بدا يشوف ايه الحاجات اللي هي اصلا واخده هيدنج 1 مثلا تمام طيب دي مثلا ممكن نعمل عليها سيلكت كلها ولو احنا قلنا له لا ده دي مش ده دي مثلا تكست بادي خلاص هيحذفها من الفيرس الموجود هنشوف ازاي نحذفها دلوقتي طيب لو احنا جينا مثلا على الجمله دي وعملت عليها سيلكت وقلت له لا ده مش تكست بادي ده ده هيدنج 1 مثلا تمام طيب لو جينا هنا وقلنا له احنا عايزين نعمل انسيرت وقلت له تيبل في كونتنت اهوت طيب واقول له ايه اوكي عمل ايه بدا ياخد الكلام اللي هو متعلم عليه ان هو ده هيدنج 1 ويحطه هنا طيب لو نزلنا تحت خالص كده مثلا واخترت الكلمه دي وقلت له ده دي خليها هيدنج 1 وجيت هنا وقلت له لا ده دي هنا بقى ايه انسيرت table بدا يجيب لي فعلا الكلمه اللي احنا اخترناها دي الاعدادات وتقدر تعمل ابديت للحاجه اللي انت عامل سيلكت عليها او تعمل نيو نيو من ديت مثلا ديت دي تكست فانت ممكن تقول له ابديت سيلكت ستايل تعمل ابديت للستايل مثلا ممكن يكون معمول ان هو بالشكل دوت فانا عملت ابديتت لكل الحاجات اللي هي واخدة تكست بادي ممكن نقول لا خليهم كده بس انا عايز اللون بتاعه يبقى احمر خلاص كده قلت له ابديتت فعمل ابديتت لكل الحاجات اللي واخد اللي هي معموله على تكست